لصحبتي حقها. قال عرفني يا أبا هريرة بحقها. قال أن أكون أحق بالدينار والدرهم منك. قال والله ما بلغت ذلك. قال إذا لست أبغي إخوتك أو أخوتك. هذين المثالين يسردان لنا ما بلغ إليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. كانوا يتقاسمون الأموال، كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كانوا كحال ذلكم الرجل في الركب مع أبي هريرة. كان رجل في الركب مع أبو هريرة مع أبي هريرة، فانخلع نعله، فقال نعلي، فنظر إليه أبو هريرة اغرب عني فلست بأخي. قال نعلي، قال ما يجوز لك تقول نعلي، قل نعلنا أو نعلنا بالفتحة لأنه نداء، قل نعلنا، لأن هذا الإنسان لما قال نعلي كأنما نسب الشيء إلى نفسه وهو مع إسلامه. هكذا إلى هذه المرتبة بلغ الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولكن لماذا بلغوا في نظركم؟ بلغوا هذه المرتبة لأنهم أخرجوا حب الدنيا من القلوب، لأن الدنيا كانت عندهم كحال العصا في يد موسى عليه الصلاة والسلام. نأخذ من الدنيا ما شئنا، ولكن لا ندع الدنيا تلج قلوبنا، لا ندع الدنيا تلج قلوبنا. أما نحن في هذا الزمان فإننا لشدة حب الدنيا ترى فينا الجشع، وترى فينا البغض، وترى فينا الغيبة والنميمة والصراع وكل ذلك. لذلك لماذا؟ لحب الدنيا. لأن الإنسان أبغضته لتبغضه. لماذا؟ لأنك تغار منه، لأنه أحسن منك، لأنه أخذ منك حقا، لأنه ظلمك. مهما كانت الأسباب فالأصل واحد، هو الدنيا. فلذلك نحن في قلوبنا اليوم كقوله تعالى وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الحمد لله ترون بأن المسجد تعمر صفوفه بالتراويح، الحمد لله عن آخره، والناس تصلي إلى آخر المسجد. ولكن كما قال الله وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تلقانا ذو قلوب متباغضة متحانقة متحاسدة والعياذ بالله تعالى. إذا دخلنا المسجد الآن، هل كما كنا ندخل أو كما كان يدخل الصحابة المسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأخوة والمحبة والتكافل والتراحم فيما بينهم؟ لما تدخل تفرح. أما نحن في هذا الزمان الإنسان يصلي ويمشي للبيت ولا يعرف لحقه قدرة ولأخيه قدرة. أعطيكم مثال فيما حدثناه عن عبد الله بن جعفر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عبد الله بن جعفر كان جالس في حائط، يعني بستان، كان جالس في حائط وهو يتأمل غلاما، إنسان شاب صغير غلام كان يعمل في ذلك الحقل. قال فلما قضى عمل ذلكم الغلام جلس إلى سفرته بغى يأكل. قال فدخل كلب الحائط، قال كلب لهذا البستان، فجعل ينظر إلى الغلام، فأخذ الغلام رغيفا فأعطاه إياه، ثم زاده الرغيف الثاني، ثم زاده الثالث. فقال له عبد الله بن جعفر كم قوتك يا غلام في اليوم؟ شحال عندك من قوت في اليوم يا غلام؟ ماذا تأكل في اليوم؟ قال ما ترى، يعني القوت نتاعي أنا في اليوم عندي 3 أرغفة وأنت ترى أني أعطيتها الكلب. قال قوتي ما ترى. قال وكيف ستعمل في باقي يومك؟ قال أطوي يومي. نطوي يومي يعني يومي يكمل الآن، نصبر لله تعالى إلى غد، إلى غد سيدي يعطيني 3 أرغفة. فقال يا ويحي، عبد الله بن جعفر يقول يا ويحي. ثم قال ولما أعطيته الأرغفة الثالثة؟ كان يمكن تعطيه رغيفين أو رغيفا واحدا. قال إن هذه الأرض
هذا الأرض قفر لا تدخلها الكلاب، فعلمت أن هذا الكلب لا رفيق له. شوفوا الناس كيش يخمون، قال لهم هذا البلاصة راه صحراء وما فيهاش كلاب، فكون هذا الكلب راه جاي راني عارف بأن ليس له رفيق، فآثرته على نفسي. أنا عندي رفيق، أنا نمشي للأهل انتهي من ذلك، هو ما عنده رفيق. صحابة رسول الله والناس الذين رفع عنهم الحجاب كان يعرفون حق حتى الحيوانات. أما نحن رجل مهاجر ننسقسي عليه، إنسان راه في حالة يرثى لها أنا أسأل عنه، إنسان راه في مشكلة أنا أسأل عنه، إنسان راه يرقد في الطريق أنا أسأل عنه، إنسان بات جوع من بيننا كاين الناس تعرفونهم قطعا كل مكان. هذه كان اللي ما يأكل في الليل، وكان اللي ما عنده وين يبيت، أنا أسأل عن هؤلاء. والله لا نسأل، هذا السلف كان يسأل حتى عن هذا الكلب المسكين. هذا هو الفرق بيننا وبينهم. هؤلاء رفع الله عنهم، رفع عنهم كوادر الدنيا والدنس نتاع الدنيا، ونحن ابتلينا بحب الدنيا. فلا يفكر الرجل منا إلا في أهله وإلا في زوجه ولا في ابنه ولا في مستقبله. وإحنا بيننا نحن المسلمون ناس يموتون جوعا وناس يبيتون في العراق، والله لا نحرك ساكنين لأجلهم. كما روى الإمام محارب بن دثار أن عبد الله بن عمر قال: أهدي لصاحب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس شاة. أهديت لصاحب من صحابة رسول الله، فقال لأهله أملو، هذا متزوج وعنده أبناء، قال لأهله: إن أخي فلانا من الصحابة، إن أخي فلانا حق بالرأس مني، فاهدوا له الرأس. فأهديت له الرأس، فقال هذا الثاني: إن أخي فلان لهو أحق مني، أهدوا له الرأس. قال ابن عمر: فتداول هذا الرأس 7 نفر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني راجل أعطيناه رأس، قال فلان أحق مني أعطيه هذا، ثم هذا الثاني قال فلان أحق مني، فجعلت هذه الرأس تتداول على 7 من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل واحد منهم يؤثر أخاه عن نفسه. أما نحن نفسي والعياذ بالله تعالى. فلذلك أخبرتكم وأعلمتكم في لما درسنا قصة موسى عليه السلام أن سبب كل المعاصي وسبب تخلي الناس عن العبادات هي حب الدنيا. رأينا أننا إذا أحببنا الدنيا تخلينا عن الصدقات، ورأينا ذلك إذا أحببنا الدنيا لا سخطنا القضاء والقدر ولم نرضى به. واليوم نحن مع الأخوة بسبب حب الدنيا قلت فينا الأخوة وانتشرت بيننا والعياذ بالله تعالى الأنانية. تأملوا إلى قصة ضرار ابن الأزور والحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل يوم اليرموك، يوم غزوة اليرموك. كان هؤلاء الصحابة 3 كانوا حاضرين يوم غزوة اليرموك. قال فجرحوا، كلهم جرحوا، عكرمة بن أبي جهل وضرار ابن الأزور والحارث بن هشام. قال فأوتوا السقيا، يعني ادنا يشربوا الماء. فنادى عكرمة بن جهل وهو في الأنين أنره بين الموت والحياة ما فلما أذني السقاء من فيه، اسمع الحارث بن هشام وهو في أنينه يئن، فقال خذوا الماء للحارث بن هشام. فلما أذني السقاء من فم الحارث بن هشام سمع أنين ضرار بن الأزور، قال والله لهو عني حرام إلا بعد أخي. ديوها الأخي ضرار بن الأزور. قال فلما أوصل السقاء إلى فم ضرار بن الأزور قبضه الله تعالى. ثم رجعنا إلى عكرمة فوجدنا أن نفسه خرج، ثم رجعنا إلى الحارث بن هشام فوجدنا كذلك أن نفسه قد انفلتت، ماتوا
لأن كل رجل منهم آثر بشربة أخاه. يمكن إحنا نقوم بهذا الأمر. الله في أول البدء ما يطلب منا أن نكون من كهكذا حال كما كان عليه الصحابة. على الأقل تكون بيننا أخوة ونقلع هذه الغيظ بيننا وهذا الحقد بيننا ونتسامح فيما بيننا. لكن أخي قال لي كلمة أمن الحديث الذي ذكرناه أمسي. ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث عبد الله بن سخبرة عن أبيه قال: من أعطي فشكر، من أعطي فشكر، وابتلي فصبر، وظلم فاستغفر، وظلم فغفر، فإنه من ذكر الحديث مع الذين لهم الأمن في الحياة الدنيا وهم مهتدون في الأخرى. الله تعالى لم يطلب منا أن نزيد الجبال، يطلب منا فقط أمور بسيطة، ولكن سرها هي أن نخلي قلوبنا عنها عن حب الدنيا. ولنا في ذلكم أمثلة كثيرة وقصص وعبر لمن أراد أن يعتبر، ولكن أنصحكم ونفسي أن نقلل من حب الدنيا، أن تكون الدنيا فينا كما كانت الدنيا في موسى عليه الصلاة والسلام، نجعلها في اليد ولا نجعلها في القلب. أقول هذا الكلام واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد. اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد. اللهم طهرنا من الحقد. اللهم طهرنا من الحقد. اللهم طهرنا من الحقد. اللهم اجعلنا إخوة متحابين. اللهم اجعلنا إخوة متحابين. اللهم اجعلنا إخوة متحابين. آمين آمين. وصلي اللهم على رسولك الكريم، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.